انتظرنا حتى الدقيقة 20 لنعاين أول محاولة صريحة خلال هذا النزال، حصل من خلالها فريق الكوكب المراكشي على ضربة جزاء. ولكم أن تتابعوا الإعادة بالعرض البطيء. اللاعب البرازيلي جيفيسون افتتح باب التهديف للكوكب المراكشي عند الدقيقة 22. بعد ذلك نزل صاحب الضيافة بثقله على مرمى الحارس الشاب والمتألق المحمدي حارس مرمى الكوكب المراكشي بغية تعديل النتيجة، لكن دون طائل. وكانت هذه أبرز محاولة للفتح الرياضي. فريق الكوكب المراكشي اعتمد على التسديد من أجل إضافة هدف ثاني. وبالشوط الثاني فريق الفتح كان الأفضل وخلق سيلا من فرص التهديف كانت أبرزها التي نتابع من خلال الإعادة. وبالدقيقة 56 مانداو سيعيد المباراة إلى نقطة الصفر بعدما تمكن من تسجيل هدف التعادل، ولكم أن تتابعوا الإعادة هنا. وبينما كانت المباراة تسير نحو التعادل الإيجابي وفي الوقت بدل الضائع، المهدي الباسم سيمنح الفوز للفتح الرياضي. 3 نقاط إذن ثمينة لفريق الفتح. اتحاد الفتح الرياضي رفع رصيده إلى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد الكوكب المراكشي ب10 نقاط لكن بالمركز الثالث. هذه واحدة من